الوحدة والتضامن للغنى يكون يكون الوحدة والتضامن للغنى يكون يكون الوحدة والتضامن للغنى يكون يكون اعطيني واحدة بالضبط. قول لي هلا فيك وداك الشيء راه صورناه بدابا التصريحات ديال العيالات اللي غيهضروا. شنو المشكل ديالكم؟ السمكة بنا السمكة بنا مدرسة قرب مني بغينا الشانتي. علاش كنشوف اليوم كتحتاجو؟ بغينا خويا الشانتي، بغينا السبيطار، كلشي بعيد لينا بزاف. المدرسة كاين هي واحد المدرسة اللي كاينة، الناس راه تبارك الله كثار، داكشي اللي خصنا وكلشي اللي الكوليج بعيد علينا حتى هو، حنا راه البعد، حنا راه واعلي فين جينا بعدا، لا ديناك فين جينا، راه بعيدة علينا حتى المدرسة، راه واعلي فين كاينة. واش هاد المنطقة مهمشة؟ بزاف اخويا بزاف 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 ماشي شويه. الخامسه والسادسه الدراري الصغار كتديهم للكوليج بزاف عليهم، خصها كلشي. وما عايشينش الاطفال في وضعيه صحيحه. لا 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 ما كاين والو، ما كاين والو، كلشي البعد، كلشي البعد. شحال من حاجه خصاتنا يعني، الشانتي كتشوف ديال هاد المنطقه، خصنا السبيطار. دابا حنا غير من ناحيه سميتو خصنا السبيطار، الشانتي يعني مدرسه، كاين مدرسه وحده، ولادنا كيتعلو، ولادنا دابا كيتعلو عليهم عام، يعني الدري ما كيدخل على 7 سنين، وراه ضروري، راه كلشي محتاج، كلشي يعني كلشي خاص. شنو الرساله ديالك؟ السلام عليكم. علاش اليوم يعني خرجتوا كتحتاجوا؟ خرجنا حيت ما لقيناش داكشي اللي بغينا، وديما كنشكيو وما كانش اللي تسوق لينا. شنو اللي بغيتو نتوما؟ حنا بغينا مدرسه لوليداتنا. دابا تصور السادس كاينه مدرسه وفيها الاقسام صغيره، وما كانش الله يهضر على حقه، فهمتي؟ والسادس يعني كاين التوقيت الثلاثي، كي دايره القضيه ديالنا؟ كيقراو ساعتين في النهار. فساعتين في النهار، والسادس حولوه للكوليج. كاين حيت الدراري 42 في القسم، فهمتي؟ 42 في القسم، ما يمكنش الاستاذ يقري 42 في القسم. يعني شحال كيقراو دابا؟ ساعتين. مدرسه صغيره تقريبا ساعتين، ساعتين ونص ما كاملاش، والدراري يخرجوا ساكنين قرصين ضايعين بزاف بزاف، وخاصهم صراحه مدرسه وخاصهم سبيطار. السبيطار ما عندكمش؟ ما عندهمش سبيطار، تيمشيو حتى للخربه. الا غيجيبوا عاد الدري تيمشيو حتى للخربه. اشنو السبب في نظرك يعني هذه المنطقه مهمشه؟ مهمشه مسؤولين ما كاينينش، ما كاينينش، الرئيس ما كيهضرش على المنطقه ديالو. كون رئيس ديال اشمن جماعه؟ واد الصفا. يعني اشنو الرساله ديالك لهذا الرئيس ديال الجماعه ديالك؟ كنتمناو منه يرد البال لبلادو ويحقق لنا داكشي اللي بغينا وصافي، هادشي اللي بغينا. كيوعدوكم يعني هاد المنتخبات؟ كيوعدونا بزاف د الحوايج وما كيديروا حتى حاجه. وعدونا بالسبيطار، وعدونا بالثانويه، وعدونا بالطرقان، ترونسبور، الطوبيس. دابا الا غادي غالي نزكان ولا يتملون خاصك تشد الخطاف. الخطاف حنا ما بغيناهمش، بغينا حنا ترونسبور، طوبيس تكون في اي بلاصه. صافي هادشي اللي كنطالبوا. بغينا الليسي دري كيتعدل لي في الدراري كيمشيو للادوس. سمحي لي ما سمعتش. الامن ما كاينش. الامن ما كاينش. يعني المنطقة مهمشة وصافي. الدراري كيخرجوا المدرسة كيدازوا يعني. هادشي اللي غنقول لك. راه مشاكل كثيرة ماشي غير شوية. بزاف بزاف د الحوايج كاينين. بغينا نهضروا على المدرسة، وهنا خصنا شحال من حاجة، ماشي المدرسة، السبيطار. دابا غير السبيطار الجلبة كنشدو الخطاف ونشدو الطاكسي عاد كنمشيو نمشيو للسبيطار. يعني اللي بيدير الجلبة خصك تضرب شحال ديال الطريق، وكاين شحال واحد كيدكريسا في الطريق. السبيطار ديال الخربة كاين غير في الخلا.
كتمشي شحال ديال الطريق عاد كضرب باش كتوصل داك السبيطار باش دير اسميتو. الطريق ما كايناش. المدرسه دابا الخامس والسادس داهم حتى الكويج باش يقراو باش ينقصوهم. الحمد المدرسه عامره. اها هي داهم الخامس والسادس داهم الكوليج باش ينقصوهم. الحمد المدرسه عامره. كاين الاكزام بزاف. وحده هذه وحده اللي عندنا حنا. مدرسه وحده اللي كاينه. الطريق ما كايناش. شحال من حاجه. اي اللي شي ما كاينش. المدرسه ما كايناش. السبيطار ما كاينش. الطريق ما كايناش. يعني ماشي ما داكشي ما 2022 ما كاين هذا الشيء. بحال عايش في شي غابه. ما كاين حتى شي حاجه. ما كاينه هنايا مقاده. المدرسه ما كاينش. السبيطار ما كاينش. الطريق ما كاينش. كلشي ما كاينش. يعني السبيطار خصك تضرب مسافه تمشي دير الجلبه. الخامس والسادس كيقراو في الكوليج دابا. علاش؟ لان المدرسه عامره ولا فيها الاكتظاظ. كيقراو ثلاث السوايع بحال هكاك. المهم ما كاملاش كاع ثلاث السوايع. وكاين الاكتظاظ في المدرسه. بغينا يسيبوا لنا المدرسه، يسيبوا لنا الطريق. وحنا ديما كنهضروا ولكن ما عمر ما استجبوا لنا السميت ديالنا. دابا الطريق ما كايناش، السبيطار ما كاينش، المدرسه ما كاينش، كلشي ما كاينش. اي حاجه بغيتيها ما غاديش تلقاها هنايا. كيجيو كيقول لك انتخب علينا ولكن هما ما كيديروا حتى شي حاجه، ما كيحقوا والو، حتى شي حاجه ما حقوها لينا. لا طريق لا مدرسه لا والو. نعم؟ باش كتحسوا انتم كمواطنين فاش كتلقاو راسكم باقي عايشين هكا؟ لا لا بحال عايشين في الغابة، بحال ما عايشينش كاع في 2022. حتى شي حاجة ما كاينة، حتى شي حاجة. احنا كاع اللي الفرماسيان، دابا يلاه داروا واحد الفرماسيان هنا، كندير الفرماسيان لا بغيتي تاخذ الدواء خاصك تشد الخطاف عاد تمشي تشد عاد تشري الدواء ديالك. وهذه لابيلانس هي ما كايناش. شحال واحد دابا والله الا كيموت كيموت. كانت شي حاله مستعجله. كانت لابيلانس وقطعوها. الا قلت لك دابا الناس كاين اللي كيمرض كيموت وما لابيلانس ما كايناش. انا براسي مرض وما كاينش يديني. يعني لا لابيلانس ما كايناش. الا ما لقيتيش شي واحد ما غاديش يديك غتبقى تموت. وشحال واحد مات. وعاوتاني الامن ما كاينش. تصور دابا الضيوع حدانا حنا شحال من دار تسرقات. الامن ما كاينش والله الا شحال من دار جيراننا حنا. ما انا ما عمري ما شفتهم. الا قلت لك دابا الديور حدانا حنا شي اربعه ديور ولا خمسه تسرقوا والله الا خرجتي مده سيمانه كيسرقوا لك الدار ديالك. نعم ما غاديش تخرج حتى الضو ما كاينش. ياك دابا حنا الضو حدا الدار ما كاينش الضو. كتخرج في الظلام. الا بغيتي غتسخر حال ما غاديش تقدر تخرج. الا الضو ما كاينش. خاصنا المدرسه اللي خاصنا جامعه بنوها ما خدموهاش. لا خاصتك غير ورقه بسيطه كتمشي للجامعه كتضرب على كولوميتات اللي كتضرب عليها باش غادي تجيب واحد الورقه بسيطه ماشي شي حاجه زعما كاع. المشكل ديال الماء الصالح للشرب غير صالح للشرب. الماء عيان كاين غير ديال البير اللي كاين الماء ما زوين شاي. المشكل ديال الدراري خمسه سادس داهم الكوليج. المشكل ديال الطريق ما كاينش. المشكل شحال بزاف ديال المشاكل ما كايناش فايتو كمان. مهمشين بزاف ماشي غير شويه. المشكل ديال السبيطار ما كاينش حتى هو نيه. كل عام كيقول لك خاصنا غنديرو ولكن المشكل ما داروا والو. ما كيدار والو ما كيدار. هذا هو المشكل هو هذا. حنايا كنطلبوا من المسؤولين يديروا لنا مدرسه، يديروا لنا يخدموا لنا الجامعه ديالنا، يخدموا لنا يديروا لنا الماء صالح للشرب، يصيبوه لينا حتى هو راه ماشي زوين، راه فيه الكركير ديال الصدى. وهذا الشيء على يقين راه كاين الماء فيه الصدى ديال البير، الماء ديال العرب بعدا راه كاين فيه المشكل ديال الصدى. بزاف ديال المشاكل كاينين. حنا كنتمناو غير شويه اللي كنتمناو بعدا يتصيفيتو كما. هو ضروري شويه غير شويه بعدا راه ماشي والو كاع راه تبارك الله راه انعام ومازال حتى حاجه ما تزاد فايتو كمار. الا شانطي لا جامعه لا مدرسه لا والو. كاينين المشاكل. كنتمناو المسؤولين يلتفتوا فينا هادشي اللي كنتمناو.
انتم اخواني الكرام متابعي قناه الشعب شوف تيفي كما سمعتوا هذه الاستغاثه ديال ساكنه منطقه تيتوكمار التابعه ترابيا لاقليم شتوكايت بها الصرخه. كنتمنى ان توصل لكل المسؤولين ولكل الاذان الصاغيه من اجل الاستجابه لمطالب الساكنه المحليه وايضا لنساء المنطقه اللواتي عفوا خرجنا من اجل الانتفاضه ومن اجل الصرخه ضد التهميش وغياب برامج تنمويه حقيقيه من غياب الطرقات وغياب الصحة والتعليم لكي يعيشوا أزمة حقيقية هنا بهذه المنطقة الأهلة بالساكنة والتي ربما تفتقد لأبسط مقومات الحياة الضرورية في مغرب 2022. إلى هنا إخواني الكرام نأتي على نهاية البث المباشر على أمل لقياكم في بث آخر.